بالظبط. يمكن الذكاء الاصطناعي بيهدد عالم السينما، وفي امكانيه كمان ان التطور الرهيب اللي بنشوفه فيه يخرج عن السيطره، زي ما شفنا مثلا فيلم اطلس لجينيفر لوبيز اللي بيعرض حاليا على نتفليكس، واللي حقق كمان نسبه مشاهده وردة فعل قويه جدا جدا الفتره الاخيره. فيلم بيحكي عن تحدي الروبوت للبشر وكمان تفوقه عليهم. بالظبط خيل، بس في تصريحات علماء عم تنفي هيدا الامر وطمأنوا انه الذكاء الاصطناعي بعيد كثير عن هيدي السيناريوهات. يعني مثلا عندنا عالم الرياضيات الفرنسي يان لكان يلي هو نائب رئيس شركه ميتا، قال انه الذكاء الاصطناعي مش رح يوصل لمستوى الذكاء البشري وعنده فهم محدود للمنطق وما بيفهم العالم الحقيقي، وفقط بيستخدم المعرفه المتراكمه وكميه هائله من البيانات. طيب احنا معانا من لندن الاستاذ احمد الشيخ مستشار المنصات الرقميه. يا سيد احمد ازيك، ويعني خلينا ندخل كده في الموضوع. هو الذكاء الاصطناعي فعلا موجود لهدف مساعده البشر وتمكينهم من ادواتهم بشكل افضل واسرع، ولا عشان زي ما بنسمع يحل محلهم؟ لا يحل محله، ده صعب. يعني البشر اساسا عايش حياه صعبه قوي، الذكاء الاصطناعي مش يرضى ياخدها، يعني يتعذب مكانها. مش ناقصه صح؟ فلا صعب. صح. يعني انا كنت في اليابان في مره وسالت، يعني وقابلت حد من ابرز الناس اللي بيشتغلوا في فكره الذكاء الصناعي والهيومن رايت الهيومن لايك روبوت، وسالته اذا كان ممكن الروبوت ده يخرج عن السيطره، وسالته اذا كنت انت تحب تبقى صديق للروبوت بدل صديق البشر. فانا فاكر لما سالته عن مساله ان الروبوت يخرج عن السيطره او الذكاء الصناعي يخرج عن السيطره، فقال لي ده كلام مش منطقي، ده ممكن يحصل في الافلام ولكن مش هيحصل في الحقيقه. الذكاء الصناعي في النهايه هو منتج احنا بنبرمجه، فزي ما احنا بنبرمجه هو بيتصرف على هذا الاساس. اي حاجه بيعملها الذكاء الصناعي هي نتيجه للبرمجه. فاكر سالت المساعد بتاعه، طب انت ايه رايك، هل انت بتحب تعيش مع روبوت ولا تعيش مع شخص عادي؟ وكنت مستني يقول لي بحب الاشخاص العاديين، فقال لي لا انا احب الروبوت بصراحه، زهقت من البشر، انا احب ان انا اعيش مع روبوت مش مع انسان. عايز واحد يسمع كلامه هو بس. يعني فينا نقول انه من هون اجت قصه الفيلم، يعني مع زياده نجاح الأفلام الساي فاي مثلا عن الحرب بين البشر والروبوتات ومصاحبة الـ AI مثلا. هل فينا نعتبر أنه هالنجاحات السينمائية دليل على مثلا subliminal message أو هيك فكرة عم يجربوا يبعتونا إياها بس بشكل كتير هيك يمرقوها هيك بسرعة هيك على السريع؟ هو احنا لازم برضو ناخد بالنا ان الذكاء الصناعي وكل اشكال التكنولوجيا هي بتفرض نفسها، ومفيش يعني مش مفيش مهر، مفيش هرب من التكنولوجيا. ولكن الذكاء الصناعي مفيش حاجه تخلينا نخاف منه. يعني هو دايما بيطرحوا فكره، هل الذكاء الصناعي منافس للبشر؟ هل الذكاء الصناعي اذكى من البشر، اقوى من البشر؟ طيب ما هو في منتجات قديمه جدا وممكن نعتبرها اقوى او اذكى من البشر، زي الاله الحاسبه الكالكوليتر مثلا، ما هي اذكى او ممكن بتقوم بالعمليات الحسابيه اسرع من البشر. عمليات حسابية معقدة جدا البشر هياخدوا فيها أوقات، ممكن شهر ولا سنة علشان تعمل عمليات حسابية معقدة بهذا الشكل، هو بيخلصها في دقائق. ولكن في النهاية الآلة الحاسبة مش ذكاء صناعي، لأن الذكاء الصناعي هو أن هو بيستخدم بقى هذه العمليات ويقوم بعد كده بأدوار، ولكن هذه الأدوار يتم برمجتها. في نقطة مهمة جدا برضو في عالم الذكاء الصناعي، أن الذكاء الصناعي ليس كتلة واحدة، يعني ما فيش حاجة واحدة اسمها الذكاء الصناعي. والذكاء الصناعي أشكال كتير جدا، وفي البعض بيتكلم عن 7 أنواع من الذكاء الصناعي. البعض هو اللي ممكن يفكر، البعض بيتصرف، البعض بيحاول يطوروا له ذاكره، البعض بيحاول يطوروا له مشاعر، وبالتالي مفيش حاجه واحده اسمها ذكاء صناعي، ولكن في انواع 7 على الاقل وتطبيقات لا نهائيه من الذكاء الصناعي. طيب خليني اسالك سؤال واضح، هو مش هيلغي، اكيد مش هيلغي زي ما احنا قلنا في البدايه، لكن هو ممكن يساعد او هو دليل في البدايه على ان الانسان بقى اذكى؟ يعني احنا اتكلمنا على مثلا الاله الحاسبه، دلوقتي بقى في AI، بقى في الانسان بيبرمج الاي اي اللي هو عنده القدره على ان هو يطلع حلول بطريقه بسيطه وبطريقه سريعه عن البني ادم، وطبعا الكميه بشكل كبير. هل هو دل على ان الانسان بقى اذكى، ولا هو في المستقبل ممكن يلغي اصلا ذكاء الانسان ويخليه يعني كسلان بزياده؟
النقطة الأساسية اللي بيثبتها الذكاء الصناعي إن العلم بيتطور، والغلبة للي بيقدر يستغل العلم أو يطور العلم. في مشكلة كبيرة جدا عند الناس اللي هي المتلقية للحلول التكنولوجية، ودايما الحلول التكنولوجية بتصل متأخرة جدا، بتكون يعني في حاجات كتير جدا فرضت نفسها في العالم غيرها. على سبيل المثال مثلا من 5 سنين مثلا، من عدة سنوات يعني، أنا كنت شفت منتج بيتطور. المنتج ده هو ان احنا نستغنى عن المعلق الرياضي في التلفزيون ونحط مكانه ذكاء صناعي. بس الذكاء الصناعي ده مش روبوت ومش حد بيتكلم، ده حد مثلا ممكن بيكتب لنا النص على الشاشه، بيطلع لنا اسماء اللعيبه، بيطلع لنا الاحصائيات لايف، والماتش بيحصل بيقول لي اللعيب الفلاني جري كام كيلو، عمل كام كوره، يعني بيساعدني فقط لا غير. بالظبط، ده بيسهل الوظيفه، بيخلي الموضوع ممتع اكتر عند الاشخاص، عند المتلقي. الشخص يقعد قدام التلفزيون يشوف خدمه هو كان اساسا لازم يقعد علشان يشوف استوديو تحليلي مثلا، او لما يتكرم عليه المعلق ويقول له معلومه بدل ما هو عمال بيتكلم كلام كتير جدا ما فيهوش معلومات. وبالتالي فالذكاء الصناعي في هذه الحاله بقى، فالذكاء الصناعي ممكن ياخد دور المعلق، ولكن مش كل المعلقين، المعلق الممل، فالذكاء الصناعي ممكن ياخد دوره. وفي نفس الوقت هو بيخلي حياه المتفرج احسن، وكمان بيزود بقى فرص القنوات التلفزيونيه والمطورين بتوع هذه التكنولوجيا. وحتى في ماتشات في الدوري الالماني دلوقتي بداوا يستخدموا فيه هذه التقنيات، اللي هو يحط كاميرات ويحط حاجات ادوات في ملابس اللعيبه بعد طبعا موافقه اللعيبه والنادي، علشان يطلع منظور مختلف للمشاهد. يعني انا اشوف مثلا ماتش الكوره اشوفه من وجهه نظر اللاعب، الكاميرا المثبته عليه، اشوف الحكم شافها ازاي، ممكن يكون الحكم واقف في مكان غلط، فانا ممكن اختار الكاميرا بتاعه الحكم. كل دي حاجات مفيده للجمهور، الجمهور هيعيش رفاهيه حلوه جدا. ولكن هي بقى في النقطه بقى انه ممكن يهدد وظائف المعلقين، المخرجين، المصورين، ولكن في المقابل ما هو بيفتح برضه فرص جديده جدا، بيفتح وظائف كتير. يعني اهم شيء نحن المذيعين ما تروح اشغالنا لايان، لانه ما عندوش ذكاء خارق زينا، حابب احافظ على وظيفتي. انا سؤالي هو انه نحن عم نشوف هذا السؤال عم ينطرح اكثر من مره، والعالم هيدا صرح انه الذكاء الاصطناعي مش رح يستولي على البشريه، ردا على ايلون ماسك اللي قال نعم الذكاء الاصطناعي حيصير اذكى من البشر. يعني كيف هيدا السؤال وتكراره عم بيشكل ماده خصبه لحوارات ممكن تعمل رعب عند الناس اللي مش كتير مثقفة عن هذا الموضوع؟ دي نقطة مهمة جدا هتكلم عنها، ولكن خليني الأول أطمنك أكتر في مسألة المذيع. أنا عملت حوار مع المذيعة اللي بتقدم نشرة في التلفزيون الياباني، وهي روبوت، هيومن لايك روبوت، وعايز أقول لك لا، هي فاشلة تماما يعني. الله يطمنها. يعني ما فيش روبوت هيستحمل يعني. تخيلي أنت كم واحد بيتكلم في الإيربيس، وكم كمية الهاتل دي كلها، ما فيش روبوت هيستحملها يعني. فلا اطمنوا، المذيعين قاعدين باقين ويتمددون. أما الخلاف بقى ما بين ده، مهم جدا بقى النقطة اللي انت اشرت ليها، ان التصريحات اللي جاية من نائب رئيس شركة ميتا في مقابل تصريحات ايلون ماسك، ده المهم بقى، ان هي الذكاء الصناعي هو اساسا يعني مجال المنافسة ما بين الشركات الكبرى. كل شركة بتطلع تصريح متخصص فيه او يخص الذكاء الصناعي لازم احنا ناخده بقى بمزيد من الحذر. ليه؟ لان هو الذكاء الصناعي هو واحد من ادوات التكنولوجيا اللي بتستخدمها هذه الشركات، فهو سلاح في ايديهم، وفي نفس الوقت هو واحد من ادوات الضغط على الاخرين. ايلون ماسك نفسه بيستثمر في الذكاء الصناعي، وهو نفسه اللي كان طلع تصريحات قبل كده بيطلب من الحكومات والبرلمانات ان هي توقف التطور بتاع الذكاء الصناعي، توقف ابحاث الذكاء الصناعي، وكان الراجل اللي عايز يوصل للمريخ بالصواريخ، عايز يوقف آلة الزمن، عايز تتوقف عجلة الزمن، علشان هو بسلامته مش عاجبه التطور اللي وصل للذكاء الصناعي في الوقت اللي هو نفسه بيستثمر فيه الذكاء الصناعي. فطبعا التصريحات اللي بتطلع من كل شركة لازم ناخدها في سياقها، في سياق المنافسة ما بين هذه الشركات، لانهم كلهم مستخدمين للذكاء الصناعي ومطورين للذكاء الصناعي ومصدرين ايضا للذكاء الصناعي. طيب يعني الناس، بما اننا قاعدين بنتكلم على الناس المشاهير، فخلينا نروح برضو للافلام. الافلام والمسلسلات، الناس دلوقتي بقت تقول خلاص الافلام بقت حقيقيه، احنا بنشوفها على ارض الواقع، الكلام ده يعني كلام كتير من هذا القبيل. بس انت شايف فعلا الافلام بقت دلوقتي بتضلل الناس؟ يعني بتستخف بعقول المشاهدين؟ يا جماعه ده مش هيحصل. اصل بص، يعني انا دايما عندي قناعه تامه ان العقل البشري اللي خلقه ربنا، لو عشان خاطر فيه بني ادمين كره ارضيه اتجمعوا عشان يعملوه مش هيقدروا، فيعني اكيد مش هيوصلوا للذكاء الانساني او الذكاء البشري. ففعلا الافلام دي هي استخفاف بالعقول، بعقول المشاهدين.
الذكاء الصناعي هو نفسه بيهدد صناعة السينما. يعني شفنا في هوليوود، شفنا إضرابات، الناس بتعمل إضرابات لأن الذكاء الصناعي أو استخدام الذكاء الصناعي أصبح عبء على صناعة السينما في هوليوود، أصبح بيهدد الكتاب السيناريو وبيهدد المصورين والمخرجين وطبعا والمنتجين والجرافيك وكل هذه الحاجات. فالذكاء الصناعي حاجة حقيقية، حاجة طبيعية بتحصل، ولكن الخيال العلمي ما هو موجود. يعني من أيام حتى أفلام الأبيض والأسود كان في برضه خيال علمي، أوكي، في حاجات كانت في إطار الخيال العلمي وتحققت، وفي حاجات في إطار الخيال العلمي هتفضل خيال علمي. الموضوع الكبسولة أو الشريحة بتاعت إيلون ماسك، البعض برضو كان بينظر لها في فكرة الخيال العلمي إن دي هتبقى يعني الفنان محمد سعد عملها عليها يعني. معلومات الليمبيا 8 جيجا فانها تبقى شريحه في المخ وحاجات، ده في اطار الخيال العلمي اللي هو الناس بتشكك فيه، ولكن في اطار الحقيقه ان هي الشريحه موجوده والشرائح موجوده وفي حاجات كتير بتتركب في اجسام الانسان زي الشرائح اللي بتتركب. يعني نقدر نقول للناس يا جماعه مش اي حاجه تتفرجوا عليها لازم تصدقوها، وفي الاول وفي الاخر الذكاء الاصطناعي بياخد الامر منك انت. شكرا جدا الاستاذ احمد الشيخ، شكرا لحضرتك.